في عنده هنا الساحر ذا ماجيشن، بمعنى فرص جديدة بتتخلق وهو بيحسن استغلالها، ممكن تكون في العمل، هي غالبا في الحياة العملية، يعني فرص جديدة عمالة تجيله. شخص مبدع وشخص طموح جدا، البادي لانجوج بتاعت الكارت ايد في الارض وايد في السماء، انا اعرف اعمل اي حاجة، عارفين انتوا الحتة دي، انا اعرف اعمل اي حاجة. وفعلا ان شاء الله هيعرف يعمل اي حاجة، وكل نهاية عنده ليها بداية على طول، يعني بيخلص حاجة بيبتدي حاجة جديدة على طول. The star ده بيوحي لي يا اما اختيار، يا اما ان هو مركز على حاجة جامد قوي ومأثر على حاجة تانية بقى مش مركز فيها قوي، وبيحضر طاقته على حاجة مش مجدية، مش ده اللي انت المفروض تركز فيه التركيز ده كله. زي ما احنا شايفين الست بتعمل ايه، بتدلق مية من البحيرة وبترميها في الارض، طب وبعدين؟ طب لا المية في البحيرة هتخلص ولا الارض دي كلها هترتوي، وبيعمل ده بس ومش واخد باله من نجم كبير قوي وراه. فاهمين قصدي؟ ان هو مودي طاقته على حاجه مش بتفيده قوي. التشاريت العربه برضو بيوحي لي بحاجه من الاثنين، اما ان هو متجه على حاجه بسرعه شديده جدا بسرعه العربه، في اندفاع، او برضو في كونفليكت، في حاجه وعكسها. شايفين الابيض والاسود، وهو لازم يختار ابيض واسود، حاجتين عكس بعض. الدلو بيفكر بعقله دلوقتي، بيحسبها بعقله. Queen of Cups. شايفين الملكة دي بتعمل ايه؟ ماسكة الكاس ومبحلقة فيه قوي، بتحلله، يعني عمالة تحلله، تجيبه كده وتجيبه كده عشان تعرف، عايزة تعرف ايه اللي جوه، مش بتحكم من بره وبس. فمركز قوي وعلى وشك ان هو ياخد قرار مهم في حياته. الدلو هيحس بمشاعر جديدة، في مشاعر جديدة هيحس بيها، مشاعر جديدة بتتولد أو مولود جديد، للناس اللي مستنيين مولود أو متوقعين مولود. بس حب حلو قوي، حب زي ما انتوا شايفين، حمامة، حاجة فيها سلام، حاجة فيها حب نقي جدا جدا. عشان كده بيميل أكتر إن هو ممكن يكون ولادة طفل جديد، بس ممكن برضو يكون مشاعر جديدة وحب جديد. شايفة رجوع، واضح ان الدلو كان في عنده انفصال، بس هيبتدي يحس بمشاعر جديده وهيرجع لشريكه، هيرجع له، هيقدم له تعويض، هيقدم له اعتذار، هيقدم له حاجه، او العكس، او ممكن يكون شريك الدلو هو اللي هيرجع له. يعني هو في رجوع، اي حد حصل له انفصال من برج الدلو ان شاء الله في رجوع. في هنا حاجه كان الدلو مستنيها بقاله فتره، بإذن الله هتجيله دلوقتي، أو خير عمله في حد زمان هيجيله دلوقتي، يعني مثلا يساعد حد في أزمة هيجيله حد يساعده دلوقتي، طبطب على حد، سمع حد، ده بيرجع له دلوقتي. أي خير هو عمله في حد إن شاء الله هيرجع له دلوقتي، أو حاجة اشتغل عليها كتير قوي الفترة اللي فاتت هيجي مردودها دلوقتي. يعني مثلا الناس اللي اشتغلت على حاجات وما خدتش مثلا فلوسها، ما حصلتش فلوسها، هتحصلها الفترة دي إن شاء الله بإذن الله. وتقريبا هي فلوس، لان بعدها في تطور مادي، الحاله الماديه هتتطور ان شاء الله، في حاله امان ورخاء ان شاء الله في الحاله الماديه. الفلوس دي هتحيرك اهو، هتحتار اعمل بيها ايه، هل اشيلها، هل اصرفها، او عايز، يعني معرفش، يمكن ما تكفيش في حاجه. الفلوس هتحيرك شويه الفتره دي. وشايفه قدامي فراق من شخص، ممكن يكون صديق مش كويس، حد مش كويس، حد علاقتك بيه مش صح، علاقتك بيه بتضرك. كوبايات مشاعر او ذكريات او ايا كانت العلاقه اللي كانت عندك، تديها ظهرك وبتمشي ماشي. بقى زعلان شويه، ممكن تكون زعلان، بس هو ده الصح، هو ده انت المفروض تعمله، لان بعد لما هتعمل الموضوع ده في حاجات كويسه قوي هتحصل لك، يعني في حاجه كان نفسك فيها من زمان هتحصل. على فكره ده كلام الكارت، ده تفسير الكارت، ان لما هتدي العلاقه دي ظهرك، لو كان مثلا صديق سوء او صديقه سوء او علاقه مش صح، فاهمين قصدي، وانت كنت مرتبط بيها، لما هتسيبها وتبعد زي ما تقولوا ايه، هتتفرج بقى،
هيجي فرج كبير وان شاء الله والدنيا هتنور والدنيا هتبقى كويسه جدا. هلخص القرايه بسرعه، الدلو عنده فرص جديده، فرص كتيره، طموحه عالي وهيعرف ازاي يستغلها. الدلو مركز على حاجه اكتر على حساب حاجه تانيه، او هو في مرحله اختيار، وفي الاغلب هو في مرحله اختيار بين حاجه وعكسها، ومحتاج ياخد اختيار بسرعه، لازم يحسم قراره بسرعه، بسرعه العربه، مش ماشي لا راكب عربه، بيحلل الموقف بعقله، كبير بيحلل الموقف بعقله، يحس بمشاعر جديده، مشاعر جديده بتتولد او مولود جديد، وفي ربوع الحبيب، حبيب قديم، حد انت عارفه كويس قوي، حد عارفه من زمان، يمكن كان حد مسافر، حد من صحابك بقالك مده ما شفتوش، هيقرب منك دلوقتي وهيودك، او ممكن يكون رجوع الحبيب. في خير هيجي لك، حاجه كنت منتظرها بقالك فتره ان شاء الله هتجي لك، بعدها حاله ماديه ان شاء الله هتتطور، هتحتار شويه تعمل ايه في الفلوس. صح جدا، تمام يا بسنت. ايه الحبيبه اليوم قبل بكره؟ اوكي ده مش ليا، ماشي. انا في حيره بطريقه فظيعه. اوكي طيب يا رحمه، جمعي معلومات، الكارت ده نصيحته تجمع معلومات. وفي فراق لحد، العلاقه مش كويسه ليك، بتضرك يا دلو. اوكي يلا نشوف في ايه بقى في الكومنتات. طبعا التليفون نصه فوق ونصه في الفازه، فانا كومنتاتكم تحت، فانا يعني بخمن كلامك صحيح. بشكرك يا هند. يا اوسكار ده انا اللي بموت فيكي. الجدي، ما احنا قلنا الجدي يا جدعان، مش قلنا الجدي فعلا جاي لي سفر دبي و ايه محيره، ايه مخيره ليه فعلا. ابيض واسود، صح، مش معقوله ان في كلامك صح النهارده ده. انت يا حبيبتي يا فاطمه، ميرسي روح قلبي. طيب بصي يا سهام، خلي ده سؤال الكارت الواحد اللي بنقوله في الاخر. صحيح، تمام يا موسى، برج الجدي تقريبا قلناه يا نيها، صح، وميرسي يا حبيبه قلبي. العفو، فعلا انا في حاله من شخص مش كويسه دمرني سنين. طيب خلاص، لو الفراق هو القرار السليم، اعملي ده، صح قوي على فكره، ميرسي يا ساره. الحوت اتقال، الجوزاء لسه، بس قربنا خلاص يا جماعه، خلاص فاضلنا 3 ابراج بالظبط. زي ما شاء الله، مبسوطه اني بشوفك لايف كل يوم حبيبتي. انا رولا يا روحي، ميرسي، تسلمي لي، انا اللي مبسوطه اكتر بوجودكم معايا بجد. موست واكم فاطمه. طيب يلا بينا نشوف الحاله العاطفيه بقى، مع ان في حاجات كتير من الحاله العاطفيه ظهرت في القرايه العامه بتاعته. الدلو معجبني بحبك، انت تحفه وجميله حبيبتي ساره ياسين، ميرسي ليكي يا روح قلبي. خلينا دي للسؤال الواحد اللي بنقولها في اخر اللايف، والارقام شكلكم كده عشان انا ايه استعجلت وابتديت كروتوني في الشير، شكلكم كده، ولا انا بظلمكم ولا ايه؟ يلا يا جماعه بليز، اللي ما عملش شير، الشير ده بيفيدني جدا جدا فوق ما ممكن تتخيلوا. اللي فاضل العقرب والميزان والثور فقط. الحمل، احنا يعني انا فكرت خلاص بما انه هيتقال اخر برج فهنبتدي بيه الشهر اللي جاي، خلاص ما فرقتش من يوم يعني. قريتك صح جدا، ميرسي يا دعاء قوي قوي قوي. اهلا حياتي، طول منتظره والله، بنحبك يا حبيبتي يا حبيبه، تسلمي لي جدا جدا. ان شاء الله هنقول، بس انا صوتت له للمره الثانيه والتور خسر، واضح ان التور في الصفحه مش كتير، هاتوا اصحابكم التور بقى. اوكي حلو قوي، يا الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب لا، في سسبنس عالي، بصوا يو ذا بيست، ثانك يو سهام. الدلو عايز ايه؟ الدلو عايز يتوازن، الدلو مش متوازن، مش حاسس بتوازن، التوازن بتاعه مختل في العلاقه، زي ما تقول مش عارف يعمل ايه. نفسه في ايه؟ نفسه يرفع راسه، يعني هو حاسس ان هو مكانته بايظه، مكانته مش مظبوطه، يعني حاسس ان هو محتاج يو فيل براود، يعني هو مش حاسس بفخر، مش حاسس ان هو مفتخر، بل بالعكس هو نفسه يرفع راسه كده. شايف شريكه ازاي؟ شايف شريكه بيحاول يصلح،
بصوا بيعمل ايه، بيحاول بيشتغل على نفسه كويس قوي. الشريك بقى عايز ايه؟ الشريك يا اما عايز يبعد يسيبه ويمشي خلاص، ياخد بعضه كده ايه ويديله ظهر ويمشي اعتقد، او ممكن يكون عايز ياخده ويعدي بيه بار الامان. يعني هو ايدر اور، لان هو يا اما بيبعد عن الميه اللي عماله تتحرك جامد دي اللي هي المشاكل والقرف ده كله، وعايز ياخده ويبعد يروح مكان اكثر هدوءا، او هو عايز يمشي. نفسه في ايه؟ نفسه يعرف، نفسه يشوف الدنيا على حقيقتها، نفسه يشوف حقيقه. يعني the sun دي الوضوح، الصوره مش واضحه بالنسبه له، هو مش فاهم برضو. نفسه في وضوح اكتر، ونفسه في امان اكتر. زي ما قلت لكم كارت الشمس ده كارت الفرح وكارت الامان، السور اللي حوالين الطفل ده ده امان، الطفل بيلعب وهو حاسس بامان ان هو متحوط بسور مش مفتوح للملأ، فهو مفتقد الامان كمان، نفسه في امان. شايف شريكه ازاي؟ خناقات، مشاكل، عقبات، شايفه بالطريقه دي. يمكن عشان كده الشريك عايز يبعد. بس الطاقه بقى ما بينكم ايه؟ Page of Cups، يخرب بيت الحب بجد، يخرب بيت الحب. عايزين عطاء، تدوا لبعض، عايزين تدوا لبعض، بتحبوا بعض جدا جدا جدا. طيب خلينا نشوف ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل دلوقتي ان في طرف في علاقه الدلو، اما الدلو او شريكه، عنده برص هنا، هذا البرص اتكلمنا عنه قبل كده كتير، عمال يديله نصايح غلط، اوكي، بينصحه غلط، وشكله هيأثر على يعني على طرف في العلاقة دي، هيخلي يحصل خسارة، بعد، زعل بقى ونكبة وخلاص بنسيب بعض. بس لا لا لا، هترجعوا هتتفقوا تاني، هتتفقوا تاني. في هنا اتفاق نحو المستقبل، في عرض هيحصل ان شاء الله، وهتتفقوا وهترجعوا احسن من الاول. بس هو واضح ان لازم تحسوا بالخساره دي الاول، لازم الخساره دي تقع الاول، ساعتها هتخافوا وهتعملوا كده بقى، هتتفقوا وهتاخدوا قرار ان انتوا مش هتبعدوا عن بعض. هلخص القرايه بسرعه، الدلو عايز اكتر توازن، عايز يكون اكثر توازن لانه مش حاسس بتوازن، نفسه يرفع راسه ويحس ان هو يعني مالي مركزه، ده علو شأنه. فده الكارت اللي هو نفسه فيه، فهو نفسه ان شأنه يعلى طبعا في العلاقه. شايف شريكه ازاي؟ شايف شريكه بيصلح وبيحاول ان هو يصلح العلاقه وبيشتغل على نفسه. الطاقه ما بينكم حب شديد جدا 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 وكله عطاء. الشريك اما عايز يبعد او يبعد مع شريكه ويروحوا لحته اكثر امان. نفسه في وضوح، الدنيا مش واضحه بالنسبه للشريك الحوت، مش فاهم هو ايه اللي بيحصل، عايز وضوح وعايز امان. شايف شريكه عنده مشاكل كتير، او هو نفسه عباره عن مشاكل، او عنده عقبات كتير دلوقتي. الدنيا طبيعيه بس في زن، في زن على ودان الناس دي، الدلو او شريكه، في حد او ممكن يكونوا من الطرفين، لان واضح ان الدنيا مش رايقه، فكله بيتطوع فبيخربوا الدنيا اكتر. البورس ده بيخرب الدنيا على فكره، في هنا هتحسوا بخساره بس بعدها هتتفقوا ان شاء الله، وتشيرز كده، وهتتفقوا على حاجه نحو المستقبل ان شاء الله، ازاي تظبطوا الدنيا دي. القرايه حلوه، النهايه انا بالنسبه لي العبره بالنهايه، النهايه حلوه جدا. قرايه خاصه، حاضر حبيبتي جنت الرحمن، ابعتي للصفحه. صباح الفل يا محمد، اهلا اهلا. اوكي حبيبتي يا زينب، اهلا بيك يا روحي. هقول لك يا محمد، البورصه ده شخص قريب منك، قريب منك جدا، زي ما احنا شفنا وريكوا الصوره كده. بس قريب منه ازاي؟ جنبك بالظبط بالظبط، عارف كل حاجه عنك. انت بتعرض عليه مشكله، بينصحك نصايح مش صح، مش لازم يكون عايز يغرقك على فكره، هو ممكن يكون هي دي وجهه نظره، بس وجهه نظره هو غلط، دي غلط، مش متماشيه مع موقفك، فاهم قصدي؟ فبيأذيك، فاهمين قصدي ازاي؟ بشكرك يا خديجه قوي قوي قوي. هو الدلو وفعلا ده بيحصل. تمام يا ندى، اوكي يلا نشوف بقى ايه حبيبتي يا ام زياد، انا بحبك قوي قوي قوي.
تسلميلي يا مور. مور ايه؟ الهامي. تسلميلي يا حبيبتي. مونيا اللي بعتلي فرنسي، please don't test my French, it's horrible. عربي او انجليزي please. شايمه كلامك كله صح، بشكرك حبيبتي جدا جدا. اوكي طيب حلوه دي، كويس قوي كويس قوي، هايل كلامك صح، ميرسي يا سما قوي بجد، كلامك صح، ربنا يخليكوا ليا. وحش الله يبارك لك. ميرسي يا احمد جدا، ويبارك لك انت يا رب ان شاء الله، وكل حاجه تظبط معاك باذن الله. يا سندس انتي اجمل. هي بيبي. Yes, I am. No, I don't have my holder اصلا. I left it. Where? With my friend. She will bring it to me tomorrow. يلا خش نام بقى حبيبي. يلا, it's very late. I don't have it. See how I'm doing my life? I don't have it. يلا حبيبي go. تعالوا بقى نشوف ايه المجموعه. نقرب وجوزي الدلو، كل كلامك مليون في المية صح. ميرسي يا نهلا. سوري يا جماعه انا ببص لكم كده بس عشان الجزء اللي بتاع التعليقات تحت، ففي البوظه من تحت. بشكرك الكنزه حبايبي، ربنا يخليكوا ليا. ثانك يو مس بشرى. اتس اورايت بيبي. تعالوا بقى نشوف المجموعه الثانيه، بتبتدي من 1 لحد 10 يناير. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يسعدك حبيبتي يا ساره، ميرسي. يخرب بيت كوباياتك يا دلبي، كوبايات كوبايات. طيب المجموعة التانية أول حاجة كده Knight of Cups. رومانسي رومانسي، حاسس برومانسية، اداله هنا حاسس برومانسية، عايز احساسه مرهف كده وبيحس بالناس اللي حواليه، ويعني حاجة سنسيتيف كده وجميلة قوي. متوازن دلو هنا بقى، عنده توازن الحمد لله، حالته النفسية متزنة، ما عندوش اضطرابات، ما عندوش ضغوط، واضح ان هو عدى بمرحلة كانت شديدة قوي، لان ده بيوحي لي بكده الكارت ده انه بيعدي ورايح حتى اكثر هدوء، سايب المشاكل ورا ظهره ومشي، واضح انه عدى بعاصفة، فقرر خلاص ان هو ايه يوقف المعافرة ويعدي بقى المكان اكثر هدوء. بيدل كمان ان الدلو ده عنده مسؤوليات، في ناس مسؤولة منه، عنده مسؤوليات، فلازم يعدي بيهم من مخاطر او من وضع مش مريح لوضع اكثر راحة. King of Cups، بص كمية الكوبايات، مهتم بشريكه، بيديله عمال يدلعه كده، عمال يأكله حاجات كده، حاجات ظريفة قوي الصراحة. في عنده باب رزق جديد او خير، في خير جاي من عند ربنا، زي ما بقول لكم الكارت ده الايد اللي نازله من السماء، ده ايد ربنا بتتمدلك يا دلو وبتساعدك. الموضوع ده هيعمل لك تطور مادي على فكره يا دلو، ان شاء الله حالتك الماديه كمان هتتطور وهتبقى فيها امان ان شاء الله واستقرار. الدلو ملا مركزه بقى هنا خالص، the emperor الامبراطور ما شاء الله. مركز او ملا مركزه، يعني مش مركز لازم يكون ماسك سلطه، يعني لا، ملا مركزه في المكان اللي هو فيه بقى، تقريبا التوب اعلى حاجه في مجاله، هو اللي بيدي نصايح، هو اللي بيقول ايه اللي تعمل وايه اللي ما تعملش، بناء قوي صلب ما بيتهزش ان شاء الله. عنده كمان اللي مش مرتبط اصلا، مفيش جديد، لا مفيش جديد، بيهرب من حاجة، بيهرب من مواجهة شيء، وبيهرب لسبب، لأنه لو واجه هتكون مواجهته وحشة، هيكون كلامه قاسي
وهيزعل الناس منه، فمش فقرر ما يواجهش ويكبر دماغه. او ممكن يكون عمل حاجه غلط بيهرب منها، مش عايز يواجهها، مش عايز يتواجه ان هو انت اخطات في حاجه، مش عايز المواجهه دي فبيهرب منها. قوه كمان كتير، ايس اوف سوردز، ما شاء الله قوه وقوه ابداع كمان. عارفين موضوع الابداع ده مش لازم يكون شغالين جرافيكس او حاجه فيها ديزاين او حاجه عشان يكون عندنا ابداع، لا الابداع ده في كل حاجه على فكره. ابداع ازاي ان انت تستفيد من اخطائك، وازاي ان انت توظف الحاجات اللي حواليك لصالحك، ده ابداع. عندك طاقه ابداع حلو قوي الفتره دي، وبرده قوه صلابه، عندك صلابه ما شاء الله. كوين اوف وانز بقى، عايزه ايه الكوين دي؟ ليدر ما شاء الله، قائد، بقيت قائد، اجتماعيا محبوب، اجتماعيا ناجح، بتعمل حاجه فيها فن زي الرسم او التمثيل او المزيكا، الغنى، اي حاجه من الحاجات دي، عندك ابداع. وابتديت تاخد بقى عندك حماس ان شاء الله، بتبتدي انت اللي بتبتدي، ما بتستناش الحاجه تجيلك، انت اللي بقيت تبادر، عندك مبادره، ثقة في النفس الحمد لله كويسة جدا، وكل ده بسبب التوازن اللي انت حاسس بيها ده، والحمد لله الفترة دي. هلخص القراية بسرعة، الدلو في حالة رومانسية، عنده حالة عطاء، في حالة احساس مرهف، حاجة حلوة قوي، حابب يدلع شريكه وبيهتم بيه وواخد باله عليه كويس، بيبعد عن مشاكل او عدى من مشاكل، وعنده مسؤوليات على كتافه كبيرة، محتاج يتأكد ان هو عدى بيهم لبر الامان. وان شاء الله عنده باب رزق جديد بإذن الله، هيحسن من دخله جدا ان شاء الله، بناء قوي وصلبه ما شاء الله، بقى اعلى واحد في مكانه، الناس هي اللي بتطلب منه نصيحة، بتقوله نعمل ايه، بقى عنده خبرة، والحاجة دي اكتسبها من خبرته مش لأي سبب تاني، يعني لان هو ما شاء الله عنده الخبرة. بيهرب من حاجة ممكن يكون اخطأ، بس بيهرب منها، وافتكر الخطأ ده تجاه شريكه، لان دول تحت بعض، يعني هو تقريبا عمال يعني يظبط في شريكه، لان شكله عامل عامله، وبيحاول ان هو ايه يهرب من مواجهه الخطا ده. بس still not bad not bad، قوه ما شاء الله، هنا قوه، هنا leadership، اسمها ايه، قياده، في قياده الحمد لله.